شبير عزيز، لقد اعتمدنا مقاربة ناجحة في التعامل مع القضايا الكبرى للبلاد، ترتكز على العمل الجاد وروح المسؤولية داخليا، وعلى الوضوح والطموح كمبادئ لسياستنا الخارجية. وقد كان عملنا وما يزال مبنيا على هذه المبادئ مع الجميع، وخاصة الإخوة والأصدقاء والجيران في المواقف في ردود الأفعال. ومن هذا المنطلق أود الوقوف على واقع التفرقة والانشقاق داخل الفضاء المغاربي، في تناقض صارخ وغير معقول مع ما يجمع شعوبنا من حواس الأخوة ووحدة الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك. فهذا الواقع لا يتماشى مع الطموح الذي كان يحفز جيل التحرير والاستقلال إلى تحقيق الوحدة المغاربية، والذي جسده آنذاك في مؤتمر طنجة سنة 1958 الذي نحتفل بذكراه 60. وقبل ذلك ساهم موقف المملكة المساند للثورة الجزائرية في توطيد العلاقات بين الأرشي المغربي والمقاومة الجزائرية وأسس الإلواء والعمل السياسي المغاربي المشترك. فقد قاومنا الاستعمار معا لسنوات طويلة حتى الحصول على الاستقلال، ونعرف بعضنا جيدا، وكثيرة هي الأسر المغربية والجزائرية التي تربطها أواصر الدم والقرابة. كما ندرك أن مصالح شعوبنا يفي الوحدة والتكامل والاندماج دون الحاجة لطرف ثالث للتدخل أو الوساطة بيننا، غير أنه يجب أن نكون واقعيين وأن نعترف بأن وضع العلاقات بين البلدين غير طبيعي وغير مقبول. ويشهد الله أنني طالبت منذ توليت العرش بصدق وحسنية بفتح الحدود بين البلدين وبتطوير العلاقات المغربية الجزائرية. وبكل وضوح ومسؤولية أؤكد اليوم أن المغرب مستعد لحوار مباشر وصريح مع الجزائر الشقيقة من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين. ولهذه الغاية أصرح على أشقائنا في الجزائر إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، يتم الاتفاق على تحديد مستوى التمثيلية بها وشكلها وطبيعتها. أؤكد أن المغرب منفتح على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين. وتتمثل مهمة هذه الآلية في الانتباه على دراسة جميع القضايا المطروحة بكل صراحة وموضوعية وصدق وحسنية وبأجندة مفتوحة ودون شروط أو استثناءات. ويمكن أن نشكل إطارا عمليا للتعاون بخصوص مختلف القضايا الثنائية، وخاصة فيما يتعلق باستثمار الفرص والإمكانات التنموية التي تزخر بها المنطقة المغاربية، كما ستساهم في تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي في التحديات الإقليمية والدولية، لا سيما فيما يخص محاربة الإرهاب وإشكالية الهجرة. ونود هنا أن نجدد التزامنا بالعملية التي مع إخواننا في الجزائر في إطار الاحترام الكامل لمؤسساتها الوطنية، واعتبارا لما يمكنه للجزائر قيادة وشعبا من مشاعر المودة والتقدير، فإننا في المغرب لن ندخر أي جهد من أجل إصداء علاقاتنا الثنائية على أسس المدينة من الثقة والتضامن حيث الجوار، فمن من قول جدنا صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوارثه. شعبي العزيز، لقد شكل إطلاق المسيرة الخضراء التي نحتفل بها اليوم بذكراها 43 مرحلة فاصلة في النضال المواصل من أجل استكمال الوحدة الترابية للبلاد. وقد تميز هذا المسار بالتلاحم القوي بين العرش والشعب وبطابعه السلمي والتدريجي في استرجاع أقاليم الجمهورية. ففي أبريل الماضي خلدنا ذكرى 60 لاسترجاع طرفاية، وبعد شهور
ستحل كترة 50 لاسترجاع سيدي يخلي ثم كترة 40 لاسترجاع وادي الدهن. وهي أحداث تاريخية أبان فيها الشعب المغربي قاطبة والقبائل الصحراوية على وجه الخصوص عن إجماع منقطع النظير حول التجدد بمغربية الصحراء. ونحن اليوم نربط الماضي بالحاضر ونواصل الدفاع عن وحدتنا الترابية بنفس الوضوح والطموح والمسؤولية والعمل الجاد على الصعيدين الأممي والداخلي. ويتجسد هذا الوضوح في مبادئ والمرجعيات الثابتة التي يرتبط عليها الموقف المغربي والتي حددناها في خطابنا بمناسبة الذكرى 42 للمسيرة الخضراء، وهي نفس المرجعيات التي تؤسس لعملنا إلى اليوم. كما يتجلى في التعامل بكل صرامة وحزم مع مختلف التجاوزات في فيما كان مصدرها التي تحاول المسك بالحقوق المشروعة للمغرب أو الانحراف بمسار التسوية المرجعيات المحددة. أما الطموح فيتمثل في تعاون المغرب الصادق مع السيد الأمين العام للأمم المتحدة ودعم المجهودات بقوته الشخصي قصد إرساء مسار سياسي جاد وذي مصداقية. كما تعكس أيضا المبادرات البناءة والتجاوب الإيجابي للمغرب مع مختلف النداءات الدولية لتقديم مقترحات عملية كفيلة بإيجاد حل سياسي دائم على أساس واقعية وروح التوافق وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي. ويبقى المغرب مقتنعا بضرورة أن تستفيد الجهود الحثيثة للأمم المتحدة في إطار الديناميات الجديدة من دروس وتجارب الماضي وأن تتفادى المعيقات والنواقص التي انشابت مسار منها سبق. أما على المستوى الداخلي فإننا نواصل العمل من أجل وضع حد لسياسة الرياء والامتيازات ونرفض كل أشكال الابتزاز أو الاتجار بقضية الوحدة الترابية للمملكة. كما لا ندخر أي جهد في سبيل النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية في إطار النموذج الجديد حتى تستعيد الصحراء المغربية دورها التاريخي كصلة وصل رائدة بين المغرب وعمقه الجغرافي والتاريخي الإفريقي. وبموازاة ذلك فإن التنزيل الجهوي المتقدمة يساهم في انبثاق نخبة سياسية حقيقية تمثل ديمقراطيا وفعليا سكان الصحراء وتمكنهم من حقهم في التدبير الذاتي لشؤونهم المحلية وتحقيق التنمية المندمجة في مناخ من الحرية والاستقرار. شبيه العزيز، سيرا على نفس النهج قررنا أن تتركز عودة بلادنا إلى الاتحاد الإفريقي على الوضوح والطموح. فرجوع المغرب إلى أسرته المؤسسية لم يكن فقط بهدف الدفاع عن قضية الصحراء المغربية والتي تتقاسم معظم الدول الإفريقية موقفه بشأنها، وإنما هو نابع أيضا من اعتزازنا بانتمائنا للقارة والتزامنا بالانخراط في الديناميات التنموية التي تألفها والمساهمة في رفع مختلف التحديات التي تواجهها دون التفريط في حقوقنا المشروعة ومصالحنا العليا. ونود هنا أن نشير للقرارات الأخيرة لخدمة الرسائل دون حكومات الاتحاد الإفريقي المناقضة بنواكشوط وانسجامها مع المواقف والمبادئ الدولية ذات الصلة. فهذا الموقف البناء هو انتصار للحكمة وبغض النظر وقطع عن المناورات التي تناسلت في رحاب الاتحاد الإفريقي وأضاعت إفريقيا وشعوبها وقتا ثمينا كان أحرى أن يوظف من أجل النهوض بالتنمية وتحقيق الاندماج. وبنفس الروح سيعمل المغرب على الاستثمار في شراكات اقتصادية ناجعة ومنتجة للثروة مع مختلف الدول والتجمعات. بأي شراكة تنص بوحدتنا الترابية، وإننا حريصون على أن تعود فوائد هذه الشراكات بالنفع المباشر أولا وقبل كل شيء على ساكنة الصحراء المغربية وأن تؤثر إيجابيا في تحسين ظروف عيشهم في ظل الحرية والكرامة داخل وطنهم. شعبي العزيز، إن الاحتفال
مثيلة الخضراء تجسد إيمان الشعب المغربي بحقه المشروع في استكمال الوحدة الترابية للمملكة والتزامه القوي بالتضحيات في سبيل الدفاع عنها. وهي نهج راسخ متواصل يقوم على الإجماع الوطني والتعبئة الشاملة من أجل النهوض بالتنمية المندمجة وصيانة الوحدة والأمن والاستقرار. في ذلك خير وفاء لروح مبدئها والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه وللأرواح الطاهرة لشهداء الوطن الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.